مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا التقرير سنتحدث عن الكونتيسة إليزابيث باثوري التي قتلت أكثر من 600 فتاة واستحمت بدمائهن، وذلك حتى تقي نفسها من الشيخوخة. لكن قبل ذلك، من فضلك لا تنسى الاشتراك في قناتنا وتفعيل جرس التعليقات حتى يصلك كل جديد. لا تنسى أيضا من فضلك الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع من قد يهمه هذا الموضوع. ولدت إليزابيث في 7 أغسطس سنة 1560 وتوفيت سنة 1614، أي أنها عاشت 54 عاما. هي من أصول مجارية نبيلة ومن عائلة مالكة للثروة والسلطة، وقد اشتهرت باسم كونتيسة الدم أو ملكة الدم بسبب تاريخها الدموي، حيث أنها قامت بتعذيب وقتل نحو 600 فتاة من الفتيات الفقيرات و25 من العائلة المالكة، حيث أنها كانت تبحث عن دم ملكي يقيها الشيخوخة، فقتلت الكثير من فتيات الأسرة المالكة التي امتلكن وجها جميلا وقواما حسنا، ظنا منها أن ذلك يجعلها تحافظ على شبابها. تزوجت من الكونت فرانسيس ناداستي، وهو من علمها أساليب التعذيب قبل القتل، وذلك في دروس حية بأن جعلها تقتل الأسرى الأتراك، وكان يلاحظ استمتاعها وابتكارها لأساليب جديدة. كانت تقوم بتعذيب وتمزيق الخادمات الصغيرات، وكان يساعدها في التعذيب والتقاط الفتيات من الريف خادمها الأعرج وسيدة شريرة اسمها آنا دارفوليا. وكانت الكونتيسة تتمتع بتجويع الفتيات أسبوعا كاملا، ثم تقوم بعد ذلك بقتلهن والاستحمام في حمام من دمائهن. الحقيقة أن قصتها أغرب من الخيال، لكنها حقيقية. حولت قلعتها إلى مسلخ بشري من أجل المحافظة على جمالها، ولها سلة دم بدراكولا الحقيقي. وقد كانت عائلتها ذات نفوذ سياسي كبير، وقد قام ابن عمها بحبسها ومحاكمتها، وكان هدفه الأساسي من ذلك هو الاستيلاء على أملاكها، حيث كان يعتبر ندها البرجوازي. وفي سنة 1610 أخذ معه عددا لا بأس به من الجنود واقتحموا قلعة إليزابيث، وقد وصف ما شاهده في هذه القلعة بهذه الكلمات: فوجئنا بوجود عدد من الخدم والخادمات في أرجاء القصر، ثم وجدنا فتاة ميتة في إحدى الغرف وأخرى كانت تبدو عليها آثار التعذيب الشديد. إني أود رؤية تلك المرأة القاتلة محبوسة في غرفة ضيقة من قصرها. وتذكر روايات أخرى أنه اقتحم عليها المكان فجأة وهي تعجم فتاة بالضرب، وبعد 4 أيام من اعتقالها أجريت لها محاكمة في بيتشا، حيث حكم على 2 من خادماتها المتورطات في جرائمها بقطع الأصابع ثم الحرق أحياء، وأما الأعرج فقد حكم عليه بأن يطير رأسه، وبقيت هي سجينة لمدة 3 سنوات. وفي أواخر شهر آب سنة 1614 وجدت ميتة في غرفة حبسها. تم إنتاج فيلم رعب عن حياتها يسمى Stay Alive، وبذلك عادت قصتها إلى الظهور. أعزائي، هنا أكون قد وصلت إلى آخر هذا التقرير، أنجزته استجابة لطلبات متابعينا الكرام. أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في تقارير قادمة.